نايضة قربالة بعد الهجوم الإسرائيلي على مصر، السيسي يراسل المغرب بشكل عاجل وما طلبه مفاجئ، والطائرات المغربية تتوجه والتفاصيل مثيرة. مرحبا، معكم بالبيس باسل شويك، ان شاء الله تكونوا بخير جماعة وبصحة وبسلامة. دعونا نذكر بالضغط على زر لايك لاننا ما سوف نتحدث عنه الان يعتبر سابقة من نوعها. الاحداث تتسارع، فماذا يحدث وما هي اخر التطورات؟ يرجى الضغط على زر لايك لكي لا ياتي ابلاغات على هذا الفيديو، لاننا مستمرين بايصال صوت الحق ولن يستطيع احد اسكاتنا. لكن قبل كل شيء دعونا نرى هذا التقرير ونقول وفضيحته. الجزائر تتبرأ من منتخبها بعد ان خسر المنتخب الجزائري 9-1 نتيجة كارثية. تجرع المنتخب الجزائري لكرة القدم المصغرة مرارة هزيمة قاسية بأول مباراة له برسم منافسة كأس العالم التي تحتضنها مدينة رأس الخيمة الإماراتية. وفق ما أكدته شريدة الشروق الجزائرية، فقد انهزم منتخب الخضر بنتيجة 9-1 أمام منتخب أوكرانيا بانتظار ملاقات منتخب التشيك برسم الجولة الثانية من هذه البطولة العالمية التي يشرف عليها اتحاد دولي لا علاقة له بالفيفا. ما نتحدث عنه الآن هزيمة كارثية 9-1 بسبب هذه الفضيحة الثقيلة. الاتحاد الجزائري لكرة القدم استنكر وتبرأ من المنتخب بأكمله وأصدر بيان عاجل، هذا هو. تبرأ خلاله مما حصل برأس الخيمة الإماراتية ونفى أن يكون الفريق المشارك ببطولة العالم سالفة الذكر يمثل الجزائر، وجاء بنص بيان اتحادية الجزائر وليد صادي. يعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن هذا الفريق المتشكل من بعض قدماء لاعبي المنتخب الوطني غير منضوي تحت تنظيم الاتحاد الجزائري لكرة القدم ولا يمثله، ولم يمنح أي ترخيص لمشاركة أي منتخب بهذه البطولة. وتابع البيان: كما يؤكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن أسفه الشديد عن وقوع مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى صورة الجزائر، مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق بوقائع هذا الموضوع. بهذا البيان نقول وفضيحته: هل يعقل بسبب الهزيمة النكراء الاتحاد الجزائري يتبرأ من منتخب بلاده؟ وعلى ما يبدو طريق وليد صادي مليء بالانتكاسات والهزائم. عندما أتى قال أنه سوف ينافس فوزي الأقجع، أنسيت الجزائر أن فوزي الأقجع هو الرقم الصعب، ومن فوزي الأقجع الرقم الصعب ننتقل إلى ناصر بوريطة أيضا الرقم الصعب. من الرياضة للدبلوماسية، شاهدوا هذه الصورة. نعم، صاحب الابتسامة الجميلة، ابتسامة الانتصارات المتتالية، بريطانيا تعرب عن دعمها الكامل للجهود التي تقود الأمم المتحدة لتسوية قضية الصحراء. كما كان متوقع، بريطانيا تسير رسميا بطريق الاعتراف بمغربية الصحراء. عبرت بريطانيا دعمها لكامل الجهود التي تقود الأمم المتحدة بسبيل تسوية نزاع الصحراء وكذلك مساعي ديمستورا. وبرد مكتوب لوزارة الخارجية البريطانية، وجه حزب المحافظين البريطاني والذي وجه رسالة سؤال للحكومة يتعلق بالخطوات التي تتخذها وزارة الخارجية البريطانية باستخدام القوة الناعمة لتعزيز الحوار والتعاون بين أطراف النزاع بالصحراء. وأكدت بريطانيا أنها تدعم جهود ديمستورا للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقت. نعم، حان الوقت لبريطانيا أن تعلنها بشكل صريح، ولما لا تفتح قنصلية بقلب الصحراء المغربية؟ فالعلاقات المغربية البريطانية في القمة، ومن هذه العلاقات التي هي بالقمة دعونا ننتقل إلى النفاق. الاسم لوحده يكفي. ماكرون
المكره. فرنسا الماكرونيه تلعب بالنار مع المغرب. نحن نعلم ان محكمه العدل الاوروبيه تسير بالطريق الصحيح، والدول الاوروبيه باكملها دافعت عن قرار يدين البوليسارو، وايضا يكون لصالح المغرب. الا فرنسا حاولت عرقله هذا القرار. عاد ماكرون ليشهر عدائه للمصالح المغربية بعدما دفع المفوضية الأوروبية التي تعد الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي عن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب أمام محكمة العدل الأوروبية، إذ شجبت ما وصفته بالخطأ القانوني الذي يلقي بالا للجبهة الانفصالية ومدى موافقتها على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. فرنسا ظهرت كمدافع عن البوليسارو داخل محكمة العدل الأوروبية. موقف المفوضية الأوروبية الذي جاء حاسما وواضعا البوليسارو عند حدها لم يلقى استحسان فرنسا، خاصة ممثلها ليبرلي الذي دعا لمعاكسة المملكة من داخل المحكمة عبر إصراره على عدم وضع علامة أنتج بالمغرب على المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء المغربية، وهو موقف ينم عن دناءة منقطعة النظير من بلد ألا وهو فرنسا يضره كثيرا عندما يرى كلمة صنع في المغرب. أكثر من ذلك، تبنى ممثل فرنسا المحسوب على التيار الماكروني موقف مناوئ للمغرب خلال جلستي الاستماع، مصطفا إلى جانب الأطروحة الانفصالية التي يتبناها الكبرنات، وهو الموقف الذي يأتي بمحاولة التنفيس عن ماكرون الذي يجد نفسه منبوذ من لدى المغرب. ماكرون يريد الانتقام من تجاهل المغرب له بضرب مصالح المغرب داخل محكمة العدل الأوروبية. وفق الأنباء القادمة من مجريات جلستي الاجتماع، فقد اختار ممثل الجمهورية الفرنسية الدفاع عن أطروحة الوهم ومعاكسة موقف المفوضية الأوروبية بخصوص نظر محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ بطعم منظمة فرنسية باتفاق الصيد البحري الموقع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. ما هذا الذي رأيناه؟ من المعيب على فرنسا أن تقف من داخل محكمة العدل الأوروبية مع الانفصاليين، مع جبهات مصنفة على أنها إرهابية ضدا بالمغرب. بعد هذه الفضيحة التي فعلتها فرنسا، يجب أن نتساءل ماذا جرى بين الجزائر وفرنسا قبل بضعة أيام حتى أشهرت فرنسا عدائها بشكل كامل للمغرب. الجواب: النظام الجزائري يتجاهل الدعم الفرنسي لإسرائيل ويتشبث بعقيدة العداء للمغرب. استقبل صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري أول أمس ستيفان روماتي سفير فرنسا لدى الجزائر بإطار ما وصفها بيان للمجلس المذكور بزيارة مجاملة، حيث أكد المسؤول الجزائري الدبلوماسي الفرنسي على أهمية العمل سويا من أجل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما ببعدها الإنساني، لافتا إلى أهمية معالجة ملف تنقل الأشخاص وإلاء العناية اللازمة لمسألة التاريخ والذاكرة. لقاء المسؤول الجزائري على غرار لقاءات باقي المسؤولين والسياسيين الجزائريين مع نظرائهم الأجانب لم يخلى من أقحام مبطن لقضية الصحراء المغربية، حيث جدد قوجيل تشبث بلاده بمواقفها العدائية اتجاه القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسهم الصحراء المغربية ضدا بمصالح المغرب. وعاد قوجيل ليتغنى بالأطروحة المشروخة ويعلن دعم الجزائر لها. مع العلم، البيان الذي صدر عن قوجيل لم يتحدث ولو بحرف واحد عن موقف فرنسا العدائي اتجاه القضية الفلسطينية وكيف أن ماكرون أيد موقف إسرائيل المعادي لفلسطين. وهذا التناقض الكبير يثبت الفضيحة التي ترتمي بها الجزائر وازدواجية المعايير. أين قوجيل الذي يطبل ويزمر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة؟ لماذا لم يتحدث على الدعم الفرنسي لإسرائيل؟ وللإشارة بالآونة الأخيرة، أصبح المسؤولون بالجزائر يلتقيون مع فرنسا
فقط من أجل ضرب أي تقارب بالعلاقات المغربية الفرنسية. وعلى ما يبدو زيارة قوجيل للسفير الفرنسي عادية لا تحمل أي أهمية، خصوصا أنها جمعت السفير الفرنسي بالجزائر ورئيس الأمة الجزائري قوجيل، والمباحثات فحوى المواضيع المتناولة يعبران عن عمق الهوى بين الجانبين. فرغم الرغبة الجزائرية الملحة بالتقارب مع فرنسا، إلا أن هناك مجموعة من الملفات الشائكة التي تزعج الجزائر داخليا أمام جمهورها، على غرار ملف الذاكرة والتاريخ بين البلدين الذي رفعت فيه الجزائر السقف عاليا مقابل تعنت فرنسي واضح يعرقل أي تقارب. السؤال الذي يطرح: لماذا بكل لقاء يجب أن تقحم الجزائر اسم المغرب وقضية الصحراء المغربية؟ هذا ما يثبت أن القضية الأولى للجزائر هي البوليساريو الانفصالية، وأكثر من ذلك هناك حقد دفين اتجاه الإنجازات المغربية والانتصار. كان على المسؤولين بالجزائر تسجيل موقف جزائري واضح بهذه الزيارة التي حدثت مؤخرا، كان عليهم أن يدينوا موقف فرنسا الداعم لإسرائيل. ويبقى السؤال الآن بعد هذا اللقاء بين سفير فرنسا وقوجيل، ماذا قدمت الجزائر من هدايا لفرنسا من أجل أن تخرج فرنسا داخل محكمة العدل الأوروبية وتعرقل القرار الذي يدين البوليسارو؟ كم لتر من الغاز قدمت الجزائر لباريس؟ ورغم جميع أفعال الجزائر العدائية، ها هو المغرب اليوم يضع النقاط على الحروف داخل مجلس الأمن الدولي ويفضح أفعال الجزائر أمام العالم. المغرب يرد على أراجيف الجزائر ويفضح أجندتها الانفصالية المدمرة. كشف المغرب اليوم خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي بنيويورك حول مشاركة المرأة بالسلام والأمن الدوليين عن أجندة الجزائر الانفصالية المدمرة بشمال أفريقيا. خلال هذا اللقاء المنعقد اليوم، أشارت ماجدة موتشو الوزيرة المفوضة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة برد على مداخلة للوفد الجزائري مبنية على الضغينة والأكاذيب بشأن قضية الصحراء المغربية، إلى أن الجزائر وكعادتها حاولت من خلال وزير خارجيتها تسميم هذا النقاش واستغلاله لأغراض سياسية تفضح أجندتها الانفصالية المدمرة لمنطقة شمال أفريقيا. وأكدت المرأة المغربية المرأة الحديدية أنه على الجزائر أن تخجل من الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية، إذ أنها تحتج الساكنة بأكملها وخاصة النساء والأطفال بسجن يسمى مخيمات تندوف، مسجلة أن هؤلاء النساء والفتيات يرزحن تحت رحمة الجزائر وجماعة البوليسارو المسلحة الانفصالية ذات الصلة بالإرهاب والتي تشيع الرعب وتمارس العبودية والاسترزاق والاعتداءات الجنسية بهذه المخيمات. وأكدت أساساً زعيم هذه الجبهة الانفصالية بومبطوش يتابع من قبل العدالة الأوروبية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والاغتصاب والاعتداء الجنسي لا سيما بحق خديجته محمود، وسلطت الضوء على الانتهاكات العديدة بحق الأطفال وأيضاً الأعمال العدائية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وأعربت الدبلوماسية المغربية عن استنكارها مشددة على أن هذه الممارسات الوحشية والإجرامية المتمثلة بتجنيد الأطفال والمحتجزين تحاكي ممارسات الجماعات الإرهابية، وتساءلت كيف تجرؤ الجزائر على المسؤول أمام هذا المجلس والحديث عن قضية الصحراء المغربية كونها والبوليسارو يختلسان المساعدات الإنسانية المخصصة للساكن المحتجزة بمخيمات تندوف. كما نددت الدبلوماسية المغربية بانتهاك الجزائر المستمر للقانون الدولي الإنساني من خلال اعتراضها على تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على الرغم من الطلبات المتواصلة التي تأتي من مجلس الأمن. السبب واضح، أن أحصاء ساكنة تندوف سيحرم البوليسارو والمسؤولين الجزائريين من الأموال المسروقة نتيجة اختلاس المساعدات الإنسانية، كما أكد ذلك تقرير برنامج الأغذية العالمي
الصادر بيناير 2023، وتقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش وتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل ذلك. وختمت الدبلوماسية المغربية بمخاطبة الوفد الجزائري بالقول إنه لا وجود لنساء صحراويات، هناك امرأة مغربية منحدرة من الصحراء المغربية. نساء الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية على غرار نساء كافة مناطق المملكة من طنجة إلى الكويرة، جميعهن مغربيات، كنا كذلك وسيبقن كذلك للأبد. هذه كانت كلمة الدبلوماسية المغربية التي أسكتت أحمد عطاف داخل مجلس الأمن الدولي بعد أن حاول أن يترافع باسم البوليسارو الانفصالية. ليس بغريب أن نرى الجزائر توكل نفسها محامي دفاع عن الجبهة الانفصالية عن البوليسارو. الأمر الغريب أن نرى فرنسا أصبحت أيضا تدافع عن هذه الأطروحة المشروخة. ونعود ونقول وفضيحتها، الآن بما أننا ذكرنا فرنسا ودعمها لأفعال إسرائيل العدائية تجاه فلسطين، دعونا ننتقل لفلسطين وما هي آخر التطورات. أولا، إسرائيل قصفت مصر، ماذا يحدث؟ غضب كبير داخل مصر، والسبب إسرائيل ضربت مصر بالصواريخ من ثم اعتذرت بعد تعرض الأراضي المصرية لثلاث ضربات خلال أسبوع على خلفية الحرب بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بغزة. تباينت ردود أفعال مواقع التواصل الاجتماعي، منهم من هو غاضب بسبب هذه التصرفات لأن الصواريخ تأتي من إسرائيل على مواقع مصرية. وبذات السياق الآن الجيش المصري أعلن الاستنفار ويقوم بطلعات جوية. والسؤال الذي يطرح الآن، إلى أين تتجه إسرائيل بالتصرفات العدائية تجاه فلسطين؟ إجابة على ذلك أتى من السيسي، تحديدا الخارجية المصرية. الخارجية المصرية أرسلت رسائل إلى الدول العربية التي شاركت بقمة القاهرة للسلام، كان من بينهم المغرب. وأعربت الخارجية المصرية عن رفضها المطلق لما تفعله إسرائيل، رفضت تصفية القضية الفلسطينية وطلبت احترام القانون الدولي ووقف إطلاق النار، وأكدت على ضبط النفس ضرورة، وأيضا أكدت على ضرورة إيصال المساعدات لغزة. هذا البيان الذي صدر عن الخارجية المصرية. مصر سلمت أيضا سفير المملكة بمصر نسخة منه، والسبب لأن المغرب شارك بقمة القاهرة للسلام، وأيضا المغرب وقع على البيان الختامي. هذه القمة التي أدانت ورفضت استهداف المدنيين وكل أعمال العنف والإرهاب ضدهم. وتعقيبا على ذلك، ها هو السيسي أيضا دعا جميع الدول إلى الوقوف وقفة واحدة، وذلك من أجل إنهاء هذا الصراع الحادث، وأكد أنه يرفض التهجير إلى سيناء بشكل قاطع. السيسي رفض تهجير المدنيين الفلسطينيين بغزة البالغ عددهم 2,200,000 هربا من الحرب إلى شبه جزيرة سيناء بشكل قاطع، خوفا من استقرارهم بشكل دائم بالحدود المصرية وتصفية القضية الفلسطينية. وتعقيبا على هذه الأحداث المتسارعة، أصبحت جميع الأضواء تسلط على المملكة المغربية، خاصة لأن المغرب أعلن استعداده للعب دور وساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا ما قاله عمر هلال داخل الأمم المتحدة، حيث أبدى المغرب استعداده التام للتنسيق مع كل الشركاء من أجل الانخراط بالجهود الدولية المبذولة لإنهاء الوضع الحالي بالشرق الأوسط، إذ تؤكد الرباط على سعيها للدخول بالوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الوضع الحالي الذي استمر لثلاث أسابيع. للإشارة، المغرب أعاد علاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وأيضا مصر والبحرين والإمارات، وبالتالي الدول التي أعادت علاقاتها دبلوماسية مع إسرائيل اليوم يسلط عليها الضوء لدخولها بوساطة عاجلة لإنهاء هذا الصراع. وبالتالي السيسي بدوره أكد على الدول التي شاركت بقمة القاهرة للسلام على التضامن فيما بينها للتعاون من أجل إنهاء الصراع. مع الإشارة، أكد عمر هلال أن المغرب يتابع هذه القضية بكل دقة، وأيضا جلالة الملك محمد السادس أمر بإرسال طائرات مليئة بالمساعدات إلى غزة دعما للشعب الفلسطيني. أي نستطيع أن نقول سرب كامل من الطائرات
المغربية المليئة بالمساعدات توجهت لنصرة القضية الفلسطينية والمساعدة. ومن هنا لا يسعنا أن نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى أين تسير المنطقة خاصة مع هذه الأعمال العدائية المتواصلة من إسرائيل على فلسطين. ونقول حفظ الله المملكة المغربية، وتحية كبيرة للعلاقات المغربية المصرية. كل الحب والقصة. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.